طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كلامي ما كثير، إن شاء الله نقدم بعدك أخوانا دلب شوك وشيخ أبو بكر أداب كلام في 3 دقائق 4 دقائق عن معنى الولاية. معنى الولاية، لأنه أغلب الشرك الوقع الليلة في هذه الأمة بسبب المفهوم الخاطئ في معنى الولاية. والصوفية، جميع شيوخ الطرق الصوفية التجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية وغيرها من الطرق الصوفية، غشت الناس وخدعت المسلمين بالمفهوم الخاطئ لمعنى كلمة ولي. الولاية من والى، يعني تقرب أو اقترب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولذلك يقول، يقال فلان يلي فلان في المجلس، يعني بالقرب منه، يعني جنبه. فالولي سمي وليا لأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة يعني القربة، كما قال عبد الله ابن عباس، ويعني تقرب إلى الله بطاعته، كما قال قتادة رحمه الله تعالى. فالذي يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة هو ذا الولي. عشان كده بتلقى الآية بتاعت ذكر الأولياء فيها التقرب إلى الله بالإيمان والتقوى. ربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، لأنه ربنا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي، خليكم معايا، اشتغل ما اشتغل، طيب، فالولي عنده صفتين. ربنا قال: الذين آمنوا، بعد ذاك ربنا قال: وكانوا يتقون. فأي زول مؤمن وتقي ده ولي لله طوالي، ده الدين كده. طيب، الليلة الصوفية عندهم مفهوم الولاية يختلف من القرآن والسنة تماما. يقول لك الخليفة والبدر مات، ولده ده ولي وخليفة بعده طوالي يخلفه، طوالي. الخليفة مثلا الجيلي مات، الله قتله، يقول لك ولده ده يبقى ولي طوالي، يرث الولاية حتى لو جابوه من الزبالة أو جابوه من الخمارة أو جابوه من أي حتة، ده لازم يكون ولي طوالي، لأنه عند الصوفية ود الولي ولي، ود الخليفة خليفة، ود الشيخ شيخ. وده بالإسلام باطل، لأنه ربنا قال: الذين آمنوا وكانوا شنو يا جماعة؟ وكانوا يتقون. ده الولي كده، لو لونه أحمر، لو لونه أصفر، لو لونه أسود، لو لونه أبيض، لو لونه أبيض، لو سمين، لو ضعيف، ده ولي لربنا سبحانه وتعالى. لكن عند الصوفية لا، عند الصوفية مهما أنت بقيت صالح، مهما بقيت صالح وساكن معاهم في الحلة، أنت ما بتبقى ولي أصلا، إلا تبقى من جنيات الشيخ ومن السواسيب بتاعنا الشيخ. عشان كده حتى الدرويش الصوفي الضال ذاته، الماء بيبقى للشيخ، لا ولده لا ودخته لا كده، ده تلقى قاعد مع الشيخ 40 سنة، 40 سنة يا أخي ده ولي؟ يقول لك لا، ده بس بقينا مقدم وقاعد مرزوع لسه قاعد. فده مفهوم مغلوط للولاية، ده واحد. نمرة 2،
لو فلان ده بقى ولي مؤمن ومتقي، هل يجوز نقول فلان ده ولي؟ فلان ده ولي؟ ما يجوز، لأنك ما بتعرفه. هو بقى ولي عند الله، الله عارفه، لكن أنت ما بتعرفه، لأنه ربنا قال عن الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، عندهم صفتين الإيمان والتقوى. النبي عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. معناته التقوى مكان القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال لأسامة بن زيد لما قتل الرجل، قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوزا من السيف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة هلا شققت عن قلبه؟ فما في زول بيعرف ما في القلوب. الصفة الثانية الإيمان، ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، ربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان ده مكان القلب. ربنا قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فيبقى التقوى والإيمان الاثنين دل مكانهم القلب يا جماعة، وما في زول يعرف ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لأنه النبي قال له هلا شققت عن قلبه. يبقى لو في زول تقرب إلى الله ما يجوز لك تقول فلان ده ولي قطع شك. ليه؟ لأنه ما في زول بيعرف في القلب إلا الله. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الناس الشهد لهم النص إنه مولية، زي الصحابة، صحابة رضوان الله عليهم، الأنبياء ديل أفضل من الأولياء ذاتهم والرسل، خلاص. حتى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ده أصلح الصالحين وأتقى المتقين، هل يجوز عشان هو صالح وعشان هو أفضل المتقين لرب العالمين، هل يجوز إننا نعبد من دون الله؟ يعني هل زي ما قال البرعي، قال إليك رسول الله أشكو مصائبا يضيق لها صدر الحليم المصابر، فأنت رجائي في الخطوب وعمدتي، وأنت لنا مفتاح لعين البصائر. الصفحة رقم 17 من ديوان رياض الجنة ونور الدجنة لعبد الرحيم البرعي. هل الرسول أفضل الصالحين وأتقى المتقين، هل يجوز نعبد من دون الله سبحانه وتعالى ونخلي الله نصرف له شيء من العبادة؟ ما يجوز. فإذا كان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الباقين الذين هم دون الأنبياء ودون الرسل ما يجوز نصرف لهم شيء من العبادة. لأنه ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا يمكن تصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى أبدا. الليلة شيوخ الصوفية كله، كل شيوخ الصوفية، القادرية والسمانية ناس البرعي والسمانية بتاعنا قريب الله ذاك، والختمية والتجانية والركين الأهبل بتاع الكلاك لذا، كل شيوخ الصوفية بيعبدوا الناس لأنفسهم لغير ربنا سبحانه وتعالى. زي ما قال بتاع القادرية، قال ذراعي من فوق السماوات كلها، قال بيده دي قد السماوات السبعة كلها، توش قدها السماوات السبعة، قال ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي، يعني رفع يده قد السماوات السبعة ونزل بغادي تحت المحيط تحت بطن الحوت بتحت. قال وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه وإن قلت كن يكن. فدل بيدعو الناس إنهم يعبدون من دون الله بفهم إنه ديل أولياء. أول حاجة شيوخ الصوفية ديل، كل شيوخ الكبار أنا بقصد، ديل واحد فيهم ولي لله ما في خالص. ليه؟ لأنه ديل ناس دعاة شرك
ودعاة كفر بالله عز وجل ودعاة إلحاد، كل شيء يغصوا فيها كلهم ديل دعاة شرك وإلحاد ودعاة عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فديل أولياء للشيطان. ربنا قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شنو يا جماعة؟ وليا. فربنا عنده أولياء، وكذلك الشيطان عنده أولياء، شيوخ الصوفية كلهم. خلاصة كلامي كلهم بلا استثناء ولا واحد ما فاضل منهم، كلهم ديل أولياء للشيطان. وسحرة ناس بتعين سحر، عرفت كلامي؟ زول يجيب لك الإبريق بتنجز وصينة الشاي طايرة برا، لكن هو شايل الشيطان أصلا. أنت تقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده ساحر شغال، هو شغال مع الشيطان. زي ربنا قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، الله قال كده، شفت كيف؟ فده الحزب الشيطان وأولياء الشيطان. فما يجوز لزول أصلا يبقى صوفي ولا يتابع له طريقة صوفية أبدا أبدا أبدا. أقدم الشيخ أبشوك أو الشيخ أبو بكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ما في زمن لكلام الكثير، لكن أنا دار أتكلم كلمات. إنه على الإخوان أن يثبتوا وأن يصبروا على هذه الدعوة، لأن هذه الدعوة أعداؤها كثيرون جدا جدا. وإنت عرفت الدعوة دي، الناس دي كلها بتعاديك، الناس المرضانين أصحاب العقائد الباطلة، صوفية إخوان مسلمون بلاغاتية بتاعين العفش فهمت، وبعض المشجعين من التكفيرين العطالة بتاعين عبد الحي يوسف عرفتها. ديل هم اللي بيعادوك، وانت عليك ان تصبر، لان عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. فانت عليك انه تصبر على هذه الدعوه وان تبلغ هذه الدعوه باذن الله تبارك وتعالى. هذه الدعوه منصوره كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله.